مساء الخير على كل مشاهدي الحكيم في بيتك في حلقه جديده كالعاده تهم صحه كل اللي بيتفرجوا علينا الحلقه دي بالاخص تهم 6 مليون مصري مصاب بالمرض اللي هنتكلم عنه النهارده واكيد تهم اسرهم واصحابهم وحبايبهم ولازم تهم باقي المشاهدين عشان يتجنبوا الاصابه بالمرض اللي دكاترتنا المتخصصين هيكلمون عليه النهارده وهو مرض السكر جايز ناس كتير تعرف عن مرض السكر بسبب انتشاره الفظيع لكن المعلومات اللي هنقولها النهاردة اعتقد هتكون جديدة لناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي الحقيقة انا شخصيا عندي ذكريات من صغري واهتمام خاص بالمرض ده لان امي الله يرحمها اصيبت به وانا في سن 13 سنة وعشت معاها رحلته القاسية لدرجة اني تعلمت ضرب الابر وبدأت أشارك مع والدي الله يرحمه في إعطائها حقنة الصبح. والله يرحمها فقدناها في عمر 58 سنة وأتمنى ألا أرى أي حد يعاني ما قاست منه ولا حد من اللي حواليكم يشوف اللي شفناه معاها. طبعًا دلوقتي العلم والطب تقدموا وقدموا حلول كتير قللت من المضاعفات وخلت المريض يعيش بشكل أفضل. وكان الدكتور سلام احد اعلام البطنه والسكر الله يرحمه له مقوله جميله وصحيحه حتى الان السكر رفيق سفر لو احترمته هيحترمك ولو عكسته هيبهدلك ايه بقى موضوع السكر ده لما بناكل الامعاء بتمتص الغذاء وجسمك بيحوله لسكر السكر ده الجسم بيستفيد منه لانه بيعتبر مصدر الطاقه الطبيعي اللي بيخليك تمارس كل وظائفك الحيويه زي ضخ القلب للدم، حركه العضلات، تنفس الرئتين وغيرهم. السكر عشان يدخل خلايا الجسم والاعضاء تبدا تشتغل لازم يكون عن طريق هرمون اسمه الانسولين. الهرمون ده بيفرزه البنكرياس بس للاسف في مشكلتين بيحصلوا للعمليه دي بيتسببوا في مرض السكر. المشكله الاولى ان البنكرياس يبطل ينتج انسولين فيحصل خلل في مستوى السكر في الدم. وده اسمه النوع الاول من مرض السكر وده غالبا عشرة في من المصابين اغلبهم من الاطفال في نظريات كتير بتحاول تفسر ليه بيحصل ده النوع ده بيفضل طول عمره محتاج انسولين خارجي اما المشكلة التانية ان البنكرياس بينتج انسولين وشغال لكن للأسف الجسم ما بيقدرش يستخدم الانسولين او يستفيد منه وده اسمه النوع الثاني من مرض السكر ويعتبر أكثر أنواع مرض السكر انتشارا بنسبة 90% من مرضى السكر ده بقى مرتبط أكثر بالتقدم بالسن أو السمنة الزايدة وده بيدخل فيه كمان عامل وراثي بيأثر فيه على عكس النوع الأول لدرجة أن إصابة 80% من المصابين بالنوع الثاني من مرض السكر سببه السمنة الزايدة بس رغم أن المرض أعراض كتير اللي عند بعض المرضى ما بتظهرش أي أعراض للإصابة السكر وده يفسر ان 50% من مصابين بالسكر ما يعرفوش اصلا ان عندهم سكر. الخطر يكمن في ان لو ما تمش اكتشاف المرض وعلاجه بالشكل اللازم ممكن يسبب مضاعفات خطيره. السكر سبب رئيسي للاصابه بتاثر النظر وممكن فقده لا قدر الله، الفشل الكلوي، النوبات القلبيه، بتر الاطراف السفليه الشيء اللي يخض هو ان مرض السكر هو السبب المباشر لوفاة اكثر من مليون خمسة مليون حالة سنويا في العالم وبلدنا مصر في المرتبة السابعة عالميا من حيث نسبة الاصابة بمرض السكر وزي ما قلنا من شوية حوالي ستة مليون مصري مصاب بالسكر حاليا وللأسف مرض السكر بيسبب لنا وسبعين ألف حالة وفاة سنويا في مصر والشيء اللي يصدم كمان انه بحلول عام 2040 من متوقع ان يوصل عدد المصابين بمرض السكر 15 مليون مصري، رقم صادم. في معلومات تخض لكن في حلقتنا النهارده هندي امل كالعاده بعرض تفاصيل ومعلومات عن اعراض المرض، الطرق اللي نقدر بيها نتجنب اخطاره ويقدر يعيش اي مصاب بالسكر بصحه وبخير. استنوني بعد الفاصل. مساء الخير مرة تانية مرض السكر زي ما قلنا من أكثر الأمراض المنتشرة في مصر وتقريبا محدش فينا في دايرة معارفه وقرايبه ما يعرفش واحد ولا اتنين مصابين بالمرض ده وبحجم انتشاره بتكتر الأفكار الخاطئه والمعلومات المغلوطه الشائعه عنه وعن علاجه واللي ممكن تاذي صحه ناس كتير لو مشيت وراها عشان كده النهارده مشرفني في الحكيم في بيتك الدكتوره ايمان رشدي استاذ البطنه والغدد الصماء في جامعه القاهره اهلا بيك يا دكتوره اهلا بحضرتك دكتور أي. الاول اول حاجه يا دكتوره ايه هو السكر وازاي بيحصل السكر يعني ارتفاع السكر في الدم ايوه نوعين اساسيين النوع الاول من السكر اللي هو بيبقى الخلايا بتاعه البيتا سيلز بتاعه البنكرياس هي اللي بتبقى فيها مشكله المسؤوله عن افراز, إفراز الإنسولين. الانسولين وغالبا بيبقى السبب مشكله مناعيه فالاجسام المضاده هترب... هتضرب البنكرياس آه. فما بيطلعش انسولين طبع. العلاج بتاعه اكيد هيبقى إنسولين, انسولين لانه آه. هو ما عندوش انتاج للانسولين غالباً التأمين. بيجي في السن الصغير أيوة. في الناس اللي وزنهم قليل النوع الثاني اللي هو العيان كان البنكرياس بتاعه كويس بس احتياج جسمه من الانسولين اكتر من البنكرياس بيطلعه الاحتياج ليه كتير عشان الجسم عنده مناعه او مقاومه للانسولين وبالتالي بيبقى السبب الاساسي او الاكبر فيه هو زياده الوزن زياده في الوزن بدل ما الجسم كده كان كده عندي. بقى الجسم بقى كده أدا. فاحتياجي عندي مقاومه للانسولين فاحتياجي الانسولين اكتر من ما بتقدر البنكرياس يطلعه فيبدا السكر يعلى فيبدا السكر يعلى تمام في في فئه كمان ثالثه اظن اللي هي الحوامل في انواع بقى آه. ممكن الحوامل ممكن لو حد بياخد كورتيزون او ادويه مم. معينه هي اللي بترفع وده بنسميه سبب ثانوي. ثانوي يعني هنا السكر المشكله بتاعته ليها سبب وبيبقى بمجرد ما بظبط العلاج بتاعي لنا اللي انا ادى الى السكر العيان ممكن جدا يعني ممكن يروح منه الادويه دي وقفت السكر يختفي لكن... الحمل ينتهي السكر ينتهي لا آه. في الحمل بقى مشكله تانية آه. في الحمل غالبا الست اللي بيجي لها اضطراب في معدل السكر في الحمل او ان السكر بيعلى للمستويات اللي هي بيبقى فيها سكر في الحمل تتشخص غالبا في 50% من السيدات دول بيكملوا سكر بعد الحمل آه واذا ما ظهرش على طول مباشره بعد الحمل ده بيظهر في الحمل الثاني وبعدين يظهر بقى عندهم ويبقى ده معناه انه عندها استعداد عندها استعداد تمام يا فندم طيب ايه سبب بقى انتشاره في مصر والنسبه المهوله اللي وصلنا لها واحتلنا بقى ترتيب متقدم جدا من دول العالم احنا نفسنا نتقدم في حاجات تانيه نفسنا. ونحتل ترتيب في حاجات تانيه مش أه. السكر هو الحقيقه بيزيد في العالم كله مم. ودوت نتيجه واحنا بقينا جزء من العالم مم. وبقينا الى حد ما متجهين إلى العالم الغربي في العادات بتاعتنا في الأكل يعني آه دلوقتي إحنا زمان كان أساسي جدا إن البيوت الكل بيتغدى على الظهر وإن الكل بيتغدى أكل يبقى فيه خضار ويبقى فيه سلطة والحو... والحو... كانت حاجة أساسية دلوقتي, دلوقتي الأم العاملة أو... أو الأولاد كلهم متطلعين ياكلوا جانك فود اللي هو الأكل السريع, السريع يعني واحدة أنا عايزة طول النهار في الشارع وعايزة أكافئ أولادي ان أنا قعدت طول النهار ب... وأنا راجع أجيب معايا ساندويتش همبرجر الخضار اللي الولاد بيحبوه دلوقتي بيفضلوه هو البطاطس المقليه اللي هي الفرايز مم. يعني لما تسال الولد ايه اكتر خضار بتحبه او انت بتاكل خضار يقول لك اه بطاطس بتاكل ايه باكل بطاطس بقى دي اكتر حاجه بيحبها ده بالنسبه للاكل فبالنسبه بقى للاكتيفيتي والنشاط مم. اللي ممشوطة. بني ادم كان زمان في مشي دلوقتي مبقاش في مشي كان زمان في لعب كان في رياضه حاجة كان بيلعبوا عجل كان بيلعبوا دلوقتي لا حضرتك اتفرج على الاطفال الصغيرين مم. ايه أح ايه اكتر لعبه بيلعبوها بلاي ستيشن على القاعد على القاعد اذا بيدخلوا على النت الفيسبوك الموبايلات التكييف والريموتات والاسانسيرات يعني وال... تقدم احنا وحنا الحياه احنا صغيرين كان الواحد بيلعب في الشارع يعمل صحيح. له بتاع 5 6 كيلو في, صحيح. في الساعتين اللي في يقعدوا في الشارع. كان في عجل وكان في حتى باليو آه وكان في جري وكان في كوره آه آه ان شاء الله كوره كان في لعب في الشارع. والانديه كان فيها لعب رياض. الل آه اللعب في البيت بالموبايل او بالكمبيوتر. نتج عن كده اطفال وناس لسه في سن البلوغ وزنهم زياده عن المفروض دول بعد 10 15 سنه بيبقوا بالغين بيبقوا آه رجاله وستات بالغين. عندهم سمنه ايوه والسمنه هي العامل الرئيسي لظهور مرض السكر نوع الثاني وبالعكس بقى كان زمان النوع الاول بيجي في الاطفال يعني تسمع ان في طفل عنده سكر تقول ده اكيد آه. نوع اول آه. دلوقتي بقينا بنشوف بنسبه كبيره جدا النوع الثاني من السكر في الاطفال النوع الثاني الثاني اللي هو مش البنكرياس اللي اللي المضروب آه لا هم عندهم سمنه والسمنه آه دي هي اللي بخيره لكن هما زادت احتياجات احتياجات هم زادت احتياجاتهم نتيجه ف... سمنتهم آه آه ايوه ايوه دي حقيقه مم مم فأنا بنشوف انه فده اللي خلى مش مصر بس مم بقى مم العالم اللي هو في الشرق الاوسط أيوة طبيعه اكلنا غلط مم مم طبعا العربية والكويت وال... السعوديه وكل والكويت والسعوديه والكويت والبحرين وقطر دول من اكتر البلاد اللي عدد السكان هم هو في حاجه اسمها احنا عندنا في مصر كتير عشان احنا عدد السكان كتير كثير. لكن تخيل بلد زي قطر عدد السكان مثلا 10 مليون او يمكن اقل لا لا 10 مليون ايه؟ اقل ده ما حصلوش مليون طيب ما حصلوش آه. مليون فدول لو مثلا 50 60% منهم ممكن يبقوا معرضين للسكر آه. فعندهم النسبه اعلى طبعا احنا عندنا العدد اعلى لان العدد الكلي آه. للمصريين اكتر طيب تمام احنا قلنا الرياضه في وسط الكلام فانا لاحظت ان في ناس بتفتكر ان مريض السكر ما يمارس رياضه اه ويعني ايه رايك حضرتك في الكلام ده احنا نمره واحد واثنين وثلاثه وعشرة من العلاج يعني مهما اديت للعيان علاج م. بقول له من اول ما تشخصنا ان عندنا سكر طول م. الحياه لازم يبقى فيه تغيير في نمط الحياه تغيير في نمط الحياة ده بيحتوي تحتيه حاجتين فنبال. الحاجة الأساسية اللي هي الأكل م. بيبقى هدفي ان انا اقلل السعرات الحراريه مم. والدهون عشان خاطر ال... يبقى نوعيه وطريقه نوعيه الاكل وطريقة الطبخ طبخ صح و... ودي الفقره بقى اللي هيتكلم فيها عن يعني في زي المريض السكر والحاجه الثانيه الرياضه الحركة. الحركه بدل ما تطلع ال... بالاسانسير اطلع على السلم مم. لازم تمارس رياضه دايما اقول للعيان لازم تمشي على اقل نص ساعه كل يوم او مم. على الاقل في الاسبوع لو مش هيبقى كل يوم ثلاث ساعات و خمس ساعات في الاسبوع في رياضات كتير العجل السباحه في اي رياضه يقدر يقعد في رياضات ما بنحبهاش بقى المريض السكر اه يعني كل رياضات متاحه او اوكي مطلوبه بس في رياضات اللي بيبقى فيها جهد عنيف وخصوصا لو المريض دوت عنده قصور في الشرايين التاجيه اه او لو عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه اللي هي بتاعت او الاوتونوميك اللي هو فالعيان ما يبقاش حاسس بالالم ايوه فلو هو ضغط على نفسه في الرياضه هو مثلا بيلعب سكواش مم. السكواش ده مجهد جدا ورياضه عنيفه فممكن جدا في بقى فممكن في يحصل له مشكله في القلب آه. وهو مش حاسس هو بالقلب. مش حاسس لان الاحساس قليل فهنا الدكتور بيساعد العيان بيقوله ايه الرياضه اللي انت تقدر تمارسها تمام. ويشجعوا على الرياضه بالعكس المشي والعوم واي رياضات كويسه بس الحاجات العنيفه اللي فيها أفرت جامد وبتعرضه اللي مم. ممكن بتبقى محتاجه قلب سليم أيه. يبعد عنه انا دايما اقول الحسبه بسيطه قد ايه داخل وقد ايه خارج صحيح يعني كل ما قللت الداخل من سعرات حراريه, من سعرات حرارية. مش, من اكل لانه ساعات ناس يقفلوا بقهم خالص ويجوا بالليل ياكلوا جيده بسعرات اقل وطلع سعرات عن الرياضة. طريق الرياضة والحركة والكلا. ده, ده عامل أساسي من علاج مم. السكر مع أي علاج باخد أي علاج بغض النظر ايه اسمه لازم معاه يبقى في تغيير في نمط الحياه اكل اكل صحي اكتر بسعرات حراريه اقل وسكريات اقل في حاجه اسمها مش عارفاها بالعربي اندكس تبقى ايه اللي هو آه المحتوى السكري للاكل للاكل الاكل ككل بينعكس على سكر الدم آه. فبتاع التغذيه بيساعدوا ايه الاكلات اللي يبقى فيها المحتوى السكري اقل بلاس بقى أنه هو يزود من الحركه. تمام يا فندم، بمناسبه بقى الحركه والرياضه عندنا تقرير عن امنه. امنه دي لعيبه تجديف عندها سكر. ورغم ان في ناس تقول لا مريض السكر ما يمارسش رياضه لا يحصل له غيبوبه هو في الرياضه ولا حاجه، لا هي بتمارس رياضه ورياضه تجديف وكمان بتفوز ببطولات كبيره. هنشوف التقرير ونرجع نسمع تعليق الدكتوره ايمان عليه. انا اسمي امنه مجدي متخرجه من اعلام من سنتين 2015 أه بلعب تاديف بقالي ست سنين اكتشفت ان جالي سكر وانا عندي 10 سنين فده من 14 سنه أه ده من زمان جدا يعني بقالي كتير قوي عندي سكر في الاول خالص انا طبعا كنت محتاجه مساعده مامتي اكيد بشكل كبير أه بمساعدة اهلي يعني هم كانوا دايما بيحرصوا ان انا الوجبات تبقى مثلا كذا في وقت كذا الجرعه كذا بتاعه الانسولين بعد كده يعني لما ابتديت ادخل المدرسة ابتديت اللي هو بشكل يعني مثلا اعدادي او ثانوي كان لازم ابتدي اتعود ان انا اعتمد على نفسي في حاجه زي كده خصوصا ان السكر دي حاجه انا اللي هعيش فيها فالمفروض انا اللي بمسؤولة بشكل اساسي عنها كان في تشالنجز طبعا وانا صغيره ان انا مختلفه بشكل ما، يعني مثلا انا ما ينفعش اصوم عشان عندي سكر فكان دايما وقت الصيام كنت لازم اكل بس كنت دايما بتكسف فدي كانت ازمه بالنسبه لي فظيعه. بعد كده ابتديت بقى مرحله يعني البلوغ وان انا ابتديت اكبر جسمي ابتدى يتغير فكره طبعا الحرق كل ده بياثر على السكر زي بالضبط اي انسان عادي، دي كانت مرحله كبيره كان فيها طبعا ابس اند كان في اوقات كنت بوصل لمرحله اكتئاب واحباط فظيعه بس عشان ما بقاش مجرد مش فاهمه بالظبط المفروض اعمل ايه بس قررت ان انا لا هعرف انا هعرف المفروض اعمل ايه وهجرب. انا في الاول واجهت طبعا صعوبه من فكره ان هو انا باجي الصبح بدري خالص ما يعني ال... كان لازم الاقي نظام مختلف، نظام غذائي مختلف لاني مش بلحق افطر زي اللي هو الفطار اليوم كل يوم الصبح وما ينفعش اخد كميه انسولين فظيعه عشان اجي اتمرن وممكن طبعا يجيلي هبوط ساعتها، قريت على الانترنت لقيت ان في بطل اولمبي عالمي متأدي كان عنده نفس الكونديشن اللي عندي إن هو تايب A diabetes وجاب ذهب في الاولمبياد يعني وكان بيلعب تاديف جاله السكر وكمل يعني كمل رحلته يعني التاديف وجاب الميداليات دي بعد ما جال السكر فابتديت اقرا عن هو ازاي كان بيمانج حاجه زي كده اكتشفت ان هو فعلا انا كل اللي محتاجاه تولز المسنين بتاعي يعني الاكل مثلا والجهاز التحليلي بتاعي وتمام انا خدت بطولات جمهوريه في في التاديف وخدت بطوله البطوله العربيه السنه اللي فاتت في يعني ارض التاديف برضو بس الارجوميتر اللي هو التاديف على الارض احب اقول لاي مريض سكر وذر هو تايب 1 او تايب A اللي هو النوع الاول بيجي للاطفال والنوع التاني اللي هو بيجي اللي هو الاكبر شويه ان ما فيش حاجه فعلا ممكن تقف في طريقك لو انت عايز حاجه معينه تعملها لا هتعملها الحقيقه هايله هايله يعني ما تقدرش تشوف لاعبه زي دي وبطله زي وعندها سكر هي ببساطه قدرت تتعايش مع مرضها. يعني قدرت يبقى عندها الادوات اللي هي محتاجاها وقدرت تتعايش معها الغذاء والانسولين اللي لازم تاخده والرياضه اللي هي اصلا مطلوبه لمريض السكر. رايك ايه يا دكتوره ايمان في امنه؟ امنه هايلة بشجعها وبشجع اي حد عن سكر انه ما يقولش انا جالي مرض هيفضل معايا طول العمر يبقى انا انتهيت ده احنا دايما بنقول انه انت والسكر هتبقوا صحاب أيوه رفيق طريق بس بالسمي. رفيق طريق بقى فيها نديه ايوه يعني اللي هحطك تحت باطي آه. يا السكر هو اللي هيحط العيان تحت آه. باطي يهزمه يهزمه آه. لازم حد فيهم هيهزم الثاني فالافضل انه إن المريض يقعد ويبقى وي يتناقش مع م. الدكتور ويقول له ايه هي معوقاته لان هو يعيش حياه طبيعيه انا بعيش كده انا بشتغل دكتور. مثلا آه. طول النهار آه. يبقى انا العلاج ده هو اللي هيناسبني م. انا بشتغل انا ست بيت يبقى م. انا العلاج ده اللي هيناسبني صح. انا عايزه العب رياضه م. يبقى انت العلاج ده اللي هيناسبك باكل الساعه كذا لا ما صحيح أكل بدري مهم جدا آه ان احنا ناخد كمان تاريخ للاكل العادات الغذائيه في حد ما بيفطرش يبقى ما اقدرش اقول له انت لازم هتاخد الصبح انسولين ما ينفعش الدكتور يدي من وقته ومن جهده للمريض في اول جلسات على الاقل ولو كان صغير وعنده اللي هو النوع الاول من السكر بيقعد مع اهله ايوه لازم يفهم وهما داخلين المدرسه انت الفسحه عندك الساعه كام مم. تاخد ساندويتش الصبح وتاخد تفاحه في الفسحه وتقيس الساعه كذا وتفهم المدرسه وتفهم اصحابك ان انت عندك سكر ما تخجلش مم. انت عاي... انسان طبيعي جدا عندنا مشكله بنتعايش مع المشكله دي مم. انت عارفه دكتوره زمان انا ابني الوسطاني عنده سكر عمره آه. 30 سنه ألف دلوقتي سنة. ومتجوز ومخلف جاله من سن 12 سنه آه. دكتوره عزيز غالي عارفاها طبعا, طبعاً. استاذه أستاذ الأطفال، الكل اه خدتنا انا وامه والولد دخلتنا المستشفى دي حقيقه علمتنا ازاي نعيش مع السكر. مع السكر اه عشان اكلنا وحقنته وتدريب على اعطاء الابره طب ده يجيبني بقى لسؤال نجيب القصه من اولها انا ازاي اعرف ان عندي سكر بحس بايه وايه الاعراض اللي اشك كشخص طبيعي آه. ان جاني سكر انا النهارده بقى نفسي اوصل رساله ما استناش الاعراض ايوه عايزين نعمل توعيه للناس انه لو انا عندي تاريخ في العيله ايوه امي او ابويا او حد من اخواتي بالذات النوع ده انا بتكلم على النوع الثاني، النوع, النوع الاول ما بيجيش بالوراثه بالوراثه، هو ما بيجيش في وبيقعد لي شويه، هو م. بيجي بقى بقى بنوبه من نوبات ارتفاع, ارتفاع السكر اللي, اللي الطفل ده ممكن السوكر. جدا يدخله في غيبوبه اسيتون وحموضه أيه. في الدم. أيه. لان ما بنبقاش عارفين. ما بنبقاش عارفين، آه. ومش عارفين مين اللي هيجي. الكبار. لكن الكبار بنبقى متوقعين. ايوه. لو انا عندي تاريخ في العيله. حد من الابوين او الاخوات او يعني بغض النظر او لو انا وزني سمين وخصوصا المنطقه من بتاعة البطن او لو انا جالي في الحمل في مره من المرات فانا متوقع انه هيكمل معايا او هيجيلي مره أيوة تانيه او لو انا عايش حياه ما فيهاش اي حركه مم. لان التمارين في حد ذاته حتى لو انا مش سمينه حتى لو وزني مش كبير بس حياتي قاعده دي بتعرضني ان انا يبقى عندي مقاومه للانسولين بتوقع مم. او لو انا عندي الاعراض بتاعه مقاومه الانسولين في بعض الناس بيحصل لهم اعراض زي مثلا يبقى لون غامق اسود على الرقبه من ورا او أيوة. تحت الباط او في الرجلين من جوه ده دي حاله بتبقى بتحصل اكتر مع الناس اللي عندهم مقاومه الانسولين مقاومة لما الام تلاحظ ان بنتها عندها كده في البلوغ او او ابنها ورقبته كده وهو سمين شويه بتوقع ان هو عنده مقاومه الانسولين بقى فممكن آه. ببقى قلقان عليه ان هو آه. كده او لو هي واحده عندها مثلا زياده شعر في وشها بيبقى شعر اسود تخين زي بالدقن بتاعت الراجل او الشنب فدوت برضو يتوقع او لو عندها تكيس في المبايض ودي بقينا بنشوفها كتير جدا أوه. دلوقتي دي كلها حاجات بتقول البني ادم ده احتمال يبقى عنده مقاومه للانسولين البني ادم ده السكر. معرض للسكر معرض من النوع الثاني لو هو كده يبقى بيعمل تشيك او فحص يعني مم. للسكر مم. بدري بمجرد الحاجات دي بتبقى موجوده طيب. لكن لو مش كده كلنا عند سن من ال30 لل40 المفروض ان احنا نعمل تحليل سكر وتحليل للدهون وتحليل الحاجات دي هنتكلم بقى ده. في التفصيل ان شاء الله, إن شاء الله بعد الله. الفاصل عندنا لسه تفاصيل كتيره مع الدكتوره ايمان عن مرض السكر عن اعراضه ومضاعفاته على صحه المريض لسه كلامنا ما خلصش هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم اكتر عن طرق العلاج والوقايه تطور خطوره المضاعفات استنوني بعد الفاصل رجعنا لكم مرة تانية ومكملين كلامنا مع الدكتورة إيمان رشدي أستاذ البطن والغدد الصماء في جامعة القاهرة، أهلا يا دكتورة أهلا يا دكتورة قبل الفاصل اتكلمنا عن طبيعة مرض السكر عن أعراضه وخطورتها دلوقتي هنعرف أكتر عن طرق العلاج وتجنب أخطار السكر، يا ترى أخبار العلاج إيه في النوعين؟ تعالى نبدأ الأول بأخطار السكر والمضاعفات أيوة. عشان هو ده اللي يهمني الحقيقة أيوة. يعني احنا مش بيهمنا انه العيان دمه بدل ما كان طعمه كذا بقى طعمه مسكر شويه انا <applause> بيهمني انه بيأثر على الجسم كله. مستوى السكر مش هو اللي بيشغلك. لا بيشغلي التأثير. ده السبب بس آه. قصدي يعني مش مش مجرد انه يبقى شويه سكر في الدم ده اللي مخوفني. لا, لا, لا. اللي مخوفني انه ممكن جدا يبقى العيان بقى سنه او سنتين بيلف على كل الدكاتره <applause> عشان بيشتكي من الام في رجليه. بيروح لدكتور عظام ودكتور جراحه ودكتور علاج طبيعي وتبقى المشكله التهاب في الاعصاب الطرفيه سببها ارتفاع السكر, السكر. وما يعرفش ان عنده سكر ما يعرفش السكر. نعرفش. ممكن جدا يبقى لاول مره في حياته جاي لي بيشتكي من الام في صدره مثلا م. او مش قادر ياخد نفسه رسم قلب قصور في الشرايين التاجيه بعمل تشيك اب او اشوف ايه السبب الاقي أنه هو عنده سكر, عنده سكر. سكر. والسكر التراكمي عالي يعني, يعني بقى له فتره عنده سكر م. عيان لاول مره يبقى بيشتكي من قصور في وظائف الكلى وممكن يحتاج حتى الغسيل كلى وبالتحاليل نكتشف ان هو السبب في مشكله الكلى هي السكر السكر بيأثر على كل الاجهزه دي بيأثر على اكتر من كده كمان فلازم ابقى حاطه في بالي انه المريض انا لازم ابقى عامله له كنترول لاني قلقان عليه في المستقبل انه يبقى اي حاجه من الحاجات دي تتاثر طب. حاجات تانية كتير قوي فيهمني قوي اني انا اظبط السكر كويس جدا عشان اتلاشى المضاعفات انا سمعت ان لو المريض حافظ على مستوى السكر في دمه طبيعي هيبقى زيه زي اي انسان هيبقى زيه زي اي انسان المضاعفات دي, دي, مش هتبقى موجوده مش هتبقى موجوده وممكن حتى لو جت تيجي متاخره قوي زيه زي بقيه الناس او تيجي بسيطه ويبقى ساعتها مش مم. مش السكر بس اللي كان السبب لان في اسباب ثانيه الضغط ارتفاع الدهون مم. لو مش مظبطها ايوه الوراثه إبقى. ان في عائلات يبان فيهم اكثر قصور الشرايين التاجيه من عائلات اخرى أيوه. فيبقى اسباب اخرى يعني مم. هي السبب مم. عشان كده برضو دكتور السكر مهم جدا انه مش بس يعالج سكر في الدم لو موجودة عوامل تانية زي مثلا الدهون او العيان بيدخن او الضغط العالي لازم يظبط كل الحاجات طب عايزين نشرح برضو الناس كلها بتسأل ليه السكر بيأثر في كل الاجهزة دي ايه المشترك اللي بيعمله السكر يخليه ياثر في قاع العين والنظر وياثر في الكلى وياثر في القلب وياثر على الاعصاب الطرفيه ادي حته بالظبط اللي بيأثر الأوعية في الاوعية الدموية الاوعية الدموية يعني ارتفاع السكر لما السكر يبقى عالي في الدم يمسك في البروتينات اللي في الجسم ومن البروتينات اللي في في الاوعية الدموية ايوه فلو هو ضيق وبيزود تصلب الشرايين ايوه وبالتالي هيحصل ايه؟ يحصل ضيق في الشرايين فالدم اللي رايح للاعضاء ديت هيقل الاوعيه الدمويه هي عندنا نوعين نوع بيبقى دقيق صغير جدا اهمهم بتاع الشبكية وبتاع الكلى وبتاع الاعصاب شبكية العين وشبكية العين والكلى والأعصاب. والاعصاب فلو اتاثروا بالسكر بتتأثر. دي بتتاثر بدري جدا م. لو هم تاثروا بارتفاع السكر ايه اللي هينتج عن كده ان الشبكيه هيحصل فيها مشاكل ممكن توصل لانه هيحصل له عمى يفقد مش هيشوف البصر. يفقد, يفقد البصر, البصر. البصر. الكلى نفس الكلى تتاثر وال... والاعصاب تتاثر الدرافية. فيبقى عنده دايما الالام ورجليه ما يحسش بيها وممكن يبقى بيتعور ومش حاسس انه بيتعور بعد كده بقى الشرايين الاكبر الشرايين الكبيره بقى اللي هي مينلي للراحة للمخ ايوه فممكن يبقى معرض لجلطات في المخ ايوه الرايحه للقلب فيبقى معرض لقصور في الشرايين التاجيه وممكن م. ذبحات او يعني جلطات يعني الشغل كله اللي بيعمله السكر غالبا على الشرايين الاوعية الدموية على الاوعية الدموية وهي دي اللي بتأثر على كل المضاعفات صحيح في مضاعفات تانية بتبقى نتيجة إنه طول ما السكر عالي يبقى في عندي التهابات ايوه التهابات في عينيا التهابات في الجلد بيطلع له خراريج أيوة. مقاومة الأمراض ضعف آه في العضلات يعني بس ده كله يجي بعد المشكله الكبيره اللي هي بعد المشاكل الشرايين طيب العلاج بقى نتكلم عليه شويه علاج السكر اه ال النوع الاول ثم النوع الثاني لك ان تتخيل بقى ال بنقول عليها ايه الثورات اللي بتحصل في علاج السكر آه. السكر يعني لحد قريب جدا مم. كان العلاج بتاعه دوايين ثلاثه انت آه. عارف زمان كانوا بيعالجوا السكر ازاي؟ زمان قوي قوي يعني مم. قبل الميلاد مم. هو بيقولك المشكلة بتاعة العيان انه هو بيدخل الحمام كتير بيتبول كتير <applause> فقعدوا يفكروا طب نعمل ايه ما نشربوش ميه ما هيحصل لهم دي او جفاف آه يعني ده آه آه لما بياكلوا بيتعبوا اكتر فالفكره بلاش ياكلوا بلاش ياكلوا وكانوا بيعيشوهم على ما فيش دايتس يعني آه آه فيري 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 لو كالوريك دايتس عشان ما يعليش عشان السكر ده آه بيدخل الحمام كتير عشان يتبول يبقى نقعده فوق حصان فلما يبقى قاعد فوق حصان مش هيبقى في الامكانيه ان هو يدخل الحمام وبالتالي فكانت دي كلها افكار دي بيحاول من, من قديم من الازل لحد لما بقى عندنا دلوقتي في الـ في الـ يعني متاح عندنا يعني كميه من الادويه مهوله يعني احنا بقى في ايدنا امكانيات ان احنا نقدر نعالج العيان العلم، العلم. واي عيان الشطاره بتاعت الدكتور انه يختار العيان الصح <applause> للدواء الصح <applause> او يختار الدواء الصح للعيان الصح, الصح. <applause> و عشان كده انا بقول ناخد من وقتنا شوية بنقعد مع العيان <applause> نفهم طبيعة حياته منفصل. هي بالظبط كانه ترزي قاعد بيفصل بدله للمريض أيه؟ تبقى فيتنج للمريض ما فيش حاجه اسمها علاج لده ينفع يمشي ده. ده او الدواء ده حسن سكر ده يبقى يحسن سكر ده انت عارف في عيانين ساعات يقولنا لنا يقولوا لنا انا اكتشفت بالصدفه ان عندي السكر اكتشفت مم. ازاي؟ ابن عمي عنده السكر فهو بي عنده جهاز فقلت له اسلي اسلي فعلا. طب واسلك اه طلع كام؟ طلع 300 طيب انا افتكر بقى ان هو جاي لي ابن عمي وصف لي ان انا اخد كذا ايوه, أيوة. اللي هو بياخده ابن عمه فده حاجه شائعه على فكره آه موجوده كتيرة آه جدا آه في مدام حسن في ابن عمه يبقى حسن ده آه. ابن عمه دي حقيقه <تصفيق> 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 عندنا الحقيقه وسيله غريبه وتقرير ظريف وغريب شويه هنفرجه لكم موجود خارج مصر يمكن لسه مش معروف للمصريين لكن هو حل ممكن يكون مناسب لبعض الناس اللي عايشه لوحدها من غير ما يكون في حد متابع صحتها او ينبهها في مدرب درب بعض انواع الكلاب على انها تنبه اصحابها قبل ما يجي لهم ازمه نتيجه اختلال نسبه السكر في الدم. تعالوا نشوف بيحصل ازاي ونرجع ناخد تعليق من الدكتوره. موضوع السكر الكلاب الرفيقة دي موضوع موجود بره يمكن عشر سنين يمكن أكتر حاجات بسيطة وعلى حسب علمي مش موجود لا في مصر ولا في الشرق الأوسط من حوالي سنة ونص ابتديت مع أول كلب درست شويه في الموضوع فهمت السيستم التدريب ازاي متطلباته ايه دور الكلب ان هو بيبقى رفيق لحد عنده السكر مرض السكر ووظيفة وبينب... يعني وظيفه الكلب انه بينبه الشخص بانخفاض نسبه السكر عشان يلحق نفسه قبل ما يغمى عليه او يخش في عيوبه <applause> علميا الموضوع يعني بسيط لحد ما يصادف ان مريض السكر جسمه بيفرز ماده معينه لحد نص ساعه قبل ما نسبه السكر تبقى حرجه الماده دي بتفرز من النفس ومن مسام الجلد وصادف ان الماده دي اسمها ايزوفرين ليها ريحه معينه فالكلب بيضرب انه يعني في عمليه تعريف للكلب ان الماده دي تحديدا هو طبعا بيستكشفها من حاسه الشم وبيضرب انه يدي اشاره لصاحبه لما يصادف انه يشم الريحه دي او عادة الإشارة بتبقى يا إما ينبح يا إما يحط كفه عليه يلحسه إشارة تعرف الشخص إنه درجة السكر عنده بتقل فيتصرف في وجود كلب من دول في حياة شخص عنده السكر مفيد ويمكن يعني من الاستفادات الكبرى إنه بيبقى في سيفتي نت يعني بي بيدي راحة نفسية لأنه بيبقى شخص عارف أنه لو هو ما خدش باله أو غيره ما خدش باله الكلب هيدي إشارة بتفرق عمليا وبتفرق نفسيا قوي <applause> الحقيقه التقرير ده يعني هو جديد بالنسبه لنا والطريقه دي جديده يمكن محتاجين نقرا عنها شويه ونتاكد من الابحاث بتاعتها، لكن هي بتثير حاجه مهمه قوي ان من اخطر المضاعفات او الاشياء اللي ممكن تحصل لمريض السكر هي هبوط مستوى السكر في الدم. الانسان يقدر يتحمل زياده نسبه السكر لغايه حتى ما توصل للغيبوبه ايام انما لا يتحمل نقص السكر اكثر من دقائق. عشان كده مهم جدا ان المريض اللي عايش لوحده او الشخص اللي عنده سكر وموجود لوحده لازم يبقى فيه وسيله من ضمنها زي موضوع الكلاب ده لو يعني اتاكدنا منه وقدرنا نعممه ويبقى فيه طريقه تانية ان حد بي بيلاحظه ويبص عليه بالذات لو كبير في السن لان اي نقص في السكر لمده اكتر من نص ساعه بدون ما يسعف المريض ده بيبقى خطر جدا على صحته احنا كنا بنتكلم يا دكتوره على العلاج وقلت في ثورات في العلاج ممكن بس نلخص الحاجات الحديثه والاشياء الجديده اللي اتقالت عن السكر سواء النوع الاول او النوع الثاني اكتر الادويه الجديده دلوقتي بتهتم بالنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها او التقرير اتكلم فيها اللي هو أيوة. هبوط السكر أيوة من كتر ما الهبوط بيخوف بقت الادويه دلوقتي بتهتم بان ازاي تتلافى او تتحاشى هبوط أوه. السكر أوه. احسن او او اهم حتى من انك انت ازاي توطي معدل السكر قوي ايوه ففي ادويه كتير قوي دلوقتي اولا الانسولين بقى فيه انواع كتيره جدا مم. في انواع طويله المدى وانواع قصيره المدى وانواع مخلوطه وانواع بتصنع بايوكيميكال بالانجيني بالهندسه الوراثيه الادويه بقى اللي بتتاخد كانت كلها قبل كده فتره ما انا مهتمه بحاجتين حاجة تشتغل على مقاومة الإنسولين تظبطها أو تقللها وحاجة تشتغل على إفراز الإنسولين من البنكرياس ويزودها أيوة. بقى في دلوقتي حاجات بتشتغل على الإنسولين تزودها بس في نفس الوقت تقلل الهرمون التاني اللي بيزود السكر اللي هو الجلوكاجون الجلوكاجون وبالتالي آه. بحافظ إنه مرهقش البنكرياس الوزن دي الوزنة دي. عليها آه. آه. بقوا بيهتموا اكتر بالوزن وهبوط السكر بقى في ادويه جديده بتتاخد سواء يوميا مره او مرتين او ممكن حاجه طويله المدى او اسبوعيا حتى حقنه واحده في الاسبوع بحيث انها تظبط معدل السكر وفي نفس الوقت تنزل الوزن وما تدخلش العين في هبوط السكر الحقيقه لأ عندي حاجات قوي الادويه وهيبقى وال... لنا يعني مره تفصيليه اكثر ادويه وعلى بس كان في توصيه دكتوره ضيفه لينا عشان بس نفكر الناس ب... اللي بياخدوا انسولين تغيير مكان الحقن دي لان واضح ان فيه ناس بتصر على مكان وتتعود على مكان معين فالمكان ده بيحصل له نوع من التليف فيقوم ما يمتصش الانسولين صحيح. بعد الحقنة انا الحقيقه يعني تفاعلنا مع المشاهدين بتوعنا وطلبنا منهم توجيه اسئله انا عندي ثلاث اسئله عايز اجاباتهم في ثلاث دقائق يعني لان إجابات الحقيقه للغرافية. اه إجابات انا عندي سؤال من هاله حامد والدتها عندها متاعف في رجليها وفي المشي ويبدو انها كبيره في السن بدا نظرها يضعف وجالها جلطه كمان بتاخد انسولين وابر للجلطه فهي خايفه عليها قوي يعني نقول لها ايه نقول لها انه حتى لو هي والدتها مش قادره تعمل رياضه فمش هنقدر آه. نبقى مش هيبقى متاح على الاقل يبقى في تظبيط في الاكل مم. يعني مش الجانبين دي مم. اول حاجه، تاني حاجه متابعه جيده جدا مع الدكتورة عشان مش بس السكر يبقى عوامل الجلطه، السكر والضغط واضح ان نعم ده مضاعفات من في السكر في مضاعفات آه نمره ثلاثه والاهم من كده انا عايزه اقول انه المريض اللي هو بيبقى سنه كبير او اللي جاله جلطه قبل كده مم. في القلب ما بنبقاش محتاجين ان احنا نبقى عنيفين في توطية السكر في توطية السكر يعني لو قوي. واحد آه. عنده 30 40 سنه ببقى محتاجه ان السكر التراكمي يبقى من سبعة. آه. لكن لو واحد كبير في السن فوق ال 70 وعنده آه مضاعف وعنده مشاكل ببقى اقبل السكر التراكمي لحد 8 تمام تمام هي الدنيا بالانس يعني بلانس. آه. توازن. توازن عثمان مراد حقيقه بيسال ايه هو موضوع منحنى السكر ده وبيتعمل ازاي منحنى السكر ما بقاش بيتعمل كتير قوي دلوقتي كانوا بيشربوا الاول بيقيسوا له السكر وهو صايم أيوه. وبعدين يشربوه آه جلوكوز آه. ويقيسوا بعد ساعه وبعد ساعتين وبعد ثلاثه ويعملوا, ويعملوا كيرف او آه. منحنى آه. وفي ارقام معينه لو عداها يبقى هو عنده السكر دلوقتي اتفقوا على انه يتقاس صايم والصيام يبقى من 6 ل 8 ساعات عشان أيوة. في معامل بتقول 12 ساعه آه عشان يقيس السكر والكوليسترول هي من 6 ل 8, 8. لانه بعد 8 ساعات يبتدي الكبد بيطلع سكر وبالتالي بلخبط الارقام تمام. وبعدين يشرب جلوكوز 75 يعني جرام جلوكوز وبعد كده هو يقيسه بعدها بساعتين بالظبط من ما خلصه ونشوف لو الصايم اكتر من او يساوي 126 ايوه ولو بعد الاكل بساعتين اكتر من او يساوي 200 يبقى العيان دوت عنده, عنده سكر. سكر بس اقل ممكن يبقى اللي بنسميه ما قبل, ما قبل السكر, السكر. وفي حاجه ثالثه كمان آه. اللي هي السكر التراكمي اللي بيتعمل كل ثلاث شهور ده بيتعمل في الدم ونعرف ان ده عنده سكر وبقى قد ايه عنده سكر وبيز وبيساعدني في متابعه العلاج أني يعني انا ماشيه صح على الطريق الصح ولا لا العيان محتاج تظبيط اكتر؟ تمام عندي سؤال هايدي ابو النجا عايزه تعرف نظام الغذاء لمريض السكر بالذات اللي زايد في الوزن وان شاء الله في الفقره الغذائيه بالتغذية. هنتكلم إن شاء فيه. الله. انا بشكرك جدا يا دكتوره ايمان الله. وان شاء الله كل اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استفادوا من المعلومات القيمه ديت اللي اتقالت في حوارنا معاك النهارده متعودين دايما في الحكيم في بيتك ان كل مرض او مشكله صحيه بنتكلم فيها بيكون الغذاء للغذاء دور كبير، بالذات بقى النهارده السكر، مهم جدا الغذاء في السكر زي ما الدكتوره ايمان قالت، وممكن الغذاء مع الدواء او حتى بدونه ممكن يساعد في تظبيط السكر وفي تحسين وضعه الصحي، عشان كده بعد الفاصل هنكون زي كل مره في مطبخ الحكيم مع الدكتوره نانيس راجدين الدين اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي هتقول لنا نصايحها الغذائيه في التعامل مع مرض السكر ايه؟ استنوني بعد الفاصل. <applause> اهلا بيكم في مطبخ الحكيم. مرض السكر من أكثر الأمراض اللي بتربطها علاقة قوية جدا بطرق التغذية والطعام. هي مش بس علاقة قوية، دي علاقة أساسية. بأكلة واحدة بس ممكن تزود مضاعفات مرض السكر عليك وخطورته. وبأكلات تانية تقدر تحافظ على حالتك الصحية وتتجنب مضاعفات السكر اللي ممكن تزيد وضعك سوءا. عشان كده الدكتورة نانيس راج الدين معانا دلوقتي عشان تقول لنا اهم النصايح الغذائيه اللي محتاجها كل شخص مصاب بمرض السكر مساء الخير يا دكتوره مساء النور دكتوره ايمن هل مريض السكر لازم يلتزم بفاكهه وخضار ونوعيه اكل معين الحقيقه ايوه لانه يعني زي ما حضرتك قلت هو مرض مرتبط جدا بالغذاء عايزه اقول لحضرتك حاجه انه مهما خد ادويه لو الدايت بتاعه مش مظبوط مش هيتحسن مم. كويس و... وبسرعه بيتحسن جدا مم. مم. لو مشي صح على دايت مظبوط على غذاء سليم على غذاء سليم وعلى اه يعني, يعني, يعني عكس على يعني ينعكس على حاله سكره على طول فورا فورا هيحس بتغيير تمام هقول لحضرتك حاجه اول حاجه نقولها مريض السكر اول ما يجيني كده مريض سكر اقول له خس خس على طول اول ما تنزل وزنك هتلاقي السكر بتاعك اتظبط واغلبهم بيبقوا سمان ان شاء الله 10% من وزنك او 15% من وزنك هتلاقي نفسك على طول سكرك اتظبط دي اول حاجه نقولها طبعا رياضه خفيفه اذا قدرنا كويس نبتدي بقى نتكلم عن الاكل وجبات أكل مريض بيضر السكر مريض السكر اه طبعا في اكل بيضر وفي اكل بينفع طب خلينا في نضر اللي بيضر الاول اللي بيضر بقى حضرتك عارف النشويات البسيطه أيوة. الحاجات اي كل ما هو لونه ابيض معمول من الدقيق الابيض المكرونه والرز المصري. السكر طبعًا سكر طبعا. السكر طبعا. طبعا الح... كل ما هو لونه ابيض. الملح. كويس. أم... عشان الضغط. في حاجه انا عايز اقولها لحضرتك. مريض السكر بيمشي مم. لازم على حاجه اسمها المؤشر السكري للاكل. ايوه. كويس؟ المؤشر السكري ده يعني قد ايه النوع الاكل ده بيرفع السكر في الدم. يعني اقدر افتح الانترنت واكتب في جدول. المؤشر السكري للاكل. آه آه جدول؟ كل نوع اكل له مؤشر سكري، معناه. بيرفع السكر في الدم بمقدار قد ايه؟ بمقدار معين مم. اقل من 50 بيبقى بنعتبره لو جلايسيميك اندكس آه. وبعدين وبعد كده في مودريت وفي وبعدين متوسط وبعدين عالي العالي ده فوق ال 70 احنا بنتعامل بقى مع المنخفض اه هو اقل هقول من 50 زي ايه؟ آه. زي ايه؟ هقول لحضرتك زي ايه؟ كل حاجه بقشره كل حاجه بقشره عشان طبعاً. كده بنقول له بنقول لمريض السكر دايما تاكل الاكل البني اللي هو الحبه الكامله اللي هو العيش السن المكرونه البني الرز, الرز البني البسمتي البني ولو مفيش ومفيش غير المصري ادور على المصري اللي بقشره المصري اللي احنا بناكله مقشور متشال قشره فده بيرفع الصوره وفي منه كورن فليكس وفي منه عيش فاحنا منه عايزين ناخد الـ الرز الـ المقشور او نص مقشور وده موجود على فكره متواجد ده لما بيطبخ بيبقى عامل زي الفريك الفريك نفس الحكايه ايوه كل ما هو ليه قشره العدس الفول الحمص انا عايز افكر كمان يا دكتوره الناس مم بطريقة الطبخ يعني ممكن أجيب أكل صحي لكن طريقة الطبخ بتاعته بإني أقلي أو إني أسبك وأزود السمنة بتحوله إلى أكل مضر أه طبعا إحنا بنستخدمش بقى دهون لأنه إحنا كل حاجة بنمشي عليها لازم تبقى قليلة الدهون أو يعني لو فات يعني بستعيد عن الطعم اللي بتدوني الدهون بالتوابل بالتوابل احط توابل زي ما انا عايز واستخدم الدهون المفيده مم. اللي احنا قلنا عليها حتى كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجه مريض السكر المفروض بياخد ست سبع وجبات في اليوم صغيره ايوه ما لا يجب انه يفوت وجبه مريض السكر بالذات لو وجبه الفطار بتاعته الصبح مظبوطه اليوم كله بيبقى مظبوط وما بيسموه سناك او او زي تصبيرة آه بتبقى يعني بين تلاتة الوجبات الاساسيه وبين الوجبات لازم في حاجه سغيرين. زي زي ثمره فاكهه او مثلا علبه زبادي لايت او مثلا كوبايه لبن لايت مم. حمص وكرفس يعني حاجه لازم سناك بين الوجبات, ما بين الوجبات. تاني حاجه بس لازم... ليا سؤال معلش قبل ما نخش في... ما نسيب مم. الحته دي مم. احنا قلنا لهم ما تستعملوش دهون كتير لكن لو عايزين يستعملوا دهون يستخدموا الافوكادو تاني نقول... واللوز أفوكادو. وعين الجمل والزيوت الزيوت المفيده الزيت بتاعتنا الزيت الزيتون وزيت الكتان اللي هو الحار ويفضل انه قبل الوجبه بتاعته مم بنص ساعه مم ياخد قطعه افوكادو او مثلا ثلاث أربع حبات لوز علشان الدهون المفيده دي هتاخر عمليه الهضم فلما يجي ياكل نشويات في الوجبه م. السكر ما يعلاش بعد الوجبه سكر على طول السكر ما يعلاش وما يجوعش بسرعه وما يجوعش, ما يجوعش طبعا بسرعة. بسرعه طيب ايه بقى أوه. الحاجات الغذائيه المفيدة في اندكس خلينا في المؤشر أوه. السكري أوه. عندك بقى من الفاكهه مثلا التفاح والكمثرى الفراوله الخوخ الجوافه الجوافه أوه. كل الحاجات دي من الحاجات بتنزل ما بترفعش السكر أوه. بشكل عالي ولكن من من الخضار الحاجات اللي احنا جايبينها النهارده الفاصوليا والبروكلي الخرشوف طبعا. الباميه بتاعتنا طبعا. على فكره الحاجات دي لو ركز عليها وياكلها باي كميه ما ترفعش السكر ما ترفعش السكر وما تخنش طبعا. لان مليانه الياف فبتخليني حتى الناس اللي عايزه تخس تقدر تستخدم نفس الستايل ده طيب ناخد امثله بقى كده للوجبات واليوم بتاعنا هيبقى ازاي طيب كمريض سكر طيب هقول لحضرتك حاجه الصبح من اكتر الحاجات اللي بتظبط السكر البران فليكس كورن فليكس البني أه. كويس ولكن احنا قلنا احنا لازم نشوف الكميات انا هقول لكم ازاي تاخده دلوقتي آه انا بحط عليه تفاح علشان هو مش مسكر وفيش عليه سكر فانا بستخدم سكر الفاكهه ايوه آم. كورن فليكس بالتفاح عندنا أيوة. على الشاشة. وعليه لبن خالي الدسم ومعلقه قرفه فليكس اللي هو كورن فليكس بالردة يعني بني أيوة. مع نص تفاحة متقطعة مكعبات عشان مش هحط سكر فلازم يبقى في حاجة برضو تحل الطعم معلقة قرفة كوباية زبادي أو حليب خالد الدسم أوكي. كل دول بحضر منهم فطار طيب أحضر فطاري إزاي؟ أهو <applause> أنا دلوقتي هاخد من ده حاجة قد قبضة الإيد كده أيوة. هو ده المقدار بتاعك أوكي؟ هتحط عليه تفاحة <applause> خلاص أو نصف حمر زي ما تحب على حسب ما هو بيحب أوكي آه. Okay. آه. أحيانا ممكن نحط شوية زبيب مفيش مشكلة زبيب ممكن آه. 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 هحط معلقه قرفه معلقه القرفه دي هايله لمرضى السكر هايله تمام ممكن ناخد بدل ايه بقى معلقه القرفه دي بتز... بتخلي السكر ال... ال... ثابت في الدم مم. طول اليوم ما يفضلش يطلع وينزل أيوة أيوة. من الحاجات الحلوه قوي لمرضى السكر القرفه ممكن لو حد ما عندوش البران فليكس يقدر يستخدم الشوفان ثلاث معالق شوفان ده دي الكميه المطلوبه مقدار قد اللي انت حطيتيه ايوه بقى. احط معلقه قرفه اهو حلو اوكي التفاح طبعا فيه سكر مم. فكفايه قوي. وهحط عليه اللبن كوبايه لبن خالي الدسم كويس م. وانا شايف انها وجبه مشبعه جدا أقلبهم ولو عايز يحط كمان آه. آه. نوع تاني من الفاكهه ما فيش مشكله م. ممكن مثلا اقطع فرا... فراوله ممكن. فراوله مثلا اوكي اناناس حاجه بسيطه كده تديها طعم لطيف او بدل اللبن دوت ممكن ايه م. ممكن okay. ندوقه بس عشان ايه نطمنهم ان طعمه لطيف من التوابل اللي بتظبط كمان السكر <applause> وبتخليه دايما ثابت واحنا عارفين انه من السكر السكر بيعمل كمان التهابات في الاعصاب وبيعمل لي <applause> التهابات ثانيه فاحنا محتاجين حاجات كتير فيها مضادات اكسده ومضادات التهابات <applause> منها الكمون والشطه وال... والقرفه والكركم زي ما احنا قلنا، مم. فدايما مريض السكر لازم يبقى عنده الميكس ده عنده في البيت. مم. اهو انا عشان ما اقعدش اغلب نفسي. احطهم على بعض. احطهم على بعض كده ونستخدمهم في كل حاجه احنا بنعملها. اوكي؟ كده. انكه بيهم الاكل انكه بيهم طعم الاكل وفي نفس الوقت احنا قلنا قد مم. ايه معلقه من ال... من الخليط ده هيبقى فيه مليان مضادات اكسده وحاجات تظبط لي السكر. تمام. كويس؟ آه تالت حاجه بقى. احنا بنعملها بقى مم. النهارده. مم. طبعا انا انا قلت احنا هنستخدم المكرونه البني والحاجات البني كلها تمام طيب ان كيس انها مش موجوده آه. هستخدم الحاجات اللي مصنوعه من آه الالوان اللي هي معموله من الطماطم ومن الجزر ومن البنجر مم. آه بتبقى واخده الوان طبيعيه مم. طيب مش موجوده استخدم الحاجات اللي من دي السميد دي السميد من الحاجات الجلايسيميك اندكس بتاعه او المؤشر السكري بتاعه مش عالي مم. فما يرفعش السكر قوي زي المكرونه المعموله من الدقيق الابيض طيب, طيب اتفقنا طب فاضل بقى الكميات مم. قد ايه احط كميات اه وانا اكل اي حاجه كميه مكرونه كتير عايز اعمل مثلا لا. طبق للغدا هقول لحضرتك نعمله ازاي مم. دلوقتي انا مثلا اه ايوه هنولع البوتاجاز بقى على الطاسه ديت هنحط فيها ايه الاول هحط معلقه الزيت الاول طبعا طبعا اوكي تمام والتوم بتاعنا اللي احنا ما بنستغناش عنه ابدا اوكي okay. التوم اللي فرمناه وسبناه في الهواء أيوة، دقايق أيوة. أيوة. وبعدين بصوا بقى احنا دلوقتي المكرونة بالخضار يا جماعه بتعملها الدكتوره نانيس من مكرونه بني ورق ريحان خرشوف فاصوليا خضراء وطبعا التوم في الاول مع الزيت الزيتون اللي حطيته ثم البروكلي يعني مكرونه بالخضار طيب انا هنا في الطبق ده انا خلطت الخضار كله مع بعض تمام. اوكي عشان نقدر نعاير اوريكم المع... المعيار بيبقى ازاي آه لما اجي استخدم آه... عايزه اعاير يعني انا بس هحط الريحان الاول الريحان من الحاجات كمان اللي بت بتظبط السكر مم. يا جماعه استخدموه كتير في الاكل الريحان اه استخدموه كتير في الاكل آه بص حضرتك دلوقتي احنا هحط كمان الطماطم هنا عشان يبقى من ضمن الخضار اللي عندي يبقى انا هنا عندي بروكلي وفاصوليا كلهم معمولين بالبخار يا جماعه زي السوتيه كده واحط معاهم طماطم كويس حضرتك قصرت النقطه دي مهم قوي ان الخضار بتاعنا يكون معمول سوتينج او ستيمينج بالبخار هو بالبخار علشان يعني. يحتفظ بالالياف لانه كل ما يبقى فيه الياف كل ما يحتفظ السكر ينزل يحتفظ بقيمته الغذائيه لا انا عشان آه. السكر آه. السكر هينزل كل ما الاكل كان فيه الياف الاوفر كوكينج ان انا اسلق المكرونه زياده فاموت الالياف اللي فيها اطهيها زياده عن اللزوم او اني اطهي الخضار زياده فاقضي على الالياف اللي فيه ده مش هيفيد مريض السكر نهائي فدايما نعملها زي ما بيقولوا بره الدنتي يعني المكرونة تبقى إيه قبل ما الفقره تخلص نكون عملنا الطبق اوكي طيب احنا كده هبتدي بقى ايه أعاير هحط كل معلقه مكرونه اوكي كده عليها معلقتين خضار. خضار بقى مشكل خضار أرش... المشكل آه. كله اهو آه. اوكي آه. كويس أيوة. كمان وكمان نحط كمان اثنين آه. من الخضار اللي هي الورقيات دي آه. ده اساسي فطار وغدا وعشاء طبق صغير و... من الورقيات. شبت وشبت ونعناع م. م. اوكي طبعا. هتاخدوا سلطه مش شرط يتحط ويبقى مطهي ممكن ناخدوا سلطه. تمام اوكي فهكمل فهن... يعني. ان انا هحط معلقه مكرونه ومعلقتين خضار آه. طيب اوكي شوط بهارات بقى الحلوه اللي انت الفلسطينيه دي اه البهارات ديف. بتاعتنا دي اهي ايوه عشان الطعم يا جماعه عشان نحب الحاجه ونستمر فيها قلبي بقى ايوه وما تنسوش دايما والله شكلها تطلع حلوة والله اه كل الاكل طعمه حلو وصحي صحي مش معناه ان طعمه وحش لا, لا لا لو استخدمنا التوابل احنا المصريين على فكره بنحب الطعم وبنحب الحاجه طعمها حلو والتوابل لزم. بتدينا ده مم. مم. فاتفقنا ان احنا لازم نلتزم بالمؤشر السكري والمؤشر السكري للاكل بيبقى آه... بيديك فرصه مم. انك تاكل اي كميه من الاكل مم. وما يحصلش فيه مشاكل خالص ما تتخنش الجميل بتاعنا تبقى دايما شبعان ايوه طيب طيب الغدا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم وهقول لكم والله رايي بصراحه يعني طعمها مختلف جميل جدا طعمها مختلف أم... كفايه ان انا باكل اكل صحي ومتاكد انه صحي حاجه ثانيه مهمه قوي يا دكتور ايمن احنا ممكن <applause> نرفع المؤشر السكري للاكل بتصرفاتنا يعني انا دلوقتي بقول لك ثمره الفاكهه دي او التفاحه دي مؤشر السكري بتاعها قليل مفيده لمريض السكر مم. لو هو عملها عصير وشربها عصير وصفى الالياف هترفع السكر مم. فدايما ناخد بالنا الفاكهه لو طابت او قعدت وبقت مستويه استوت قوي بيزيد فيها السكر بتزيد فيها السكر وبتبقى مؤشرها السكري عالي, عالي. لو اوفر كوكينج للاكل كمان المؤشر مم. السكري بتاعي بيبقى عالي طيب أنا بشكر الدكتور أنيس الحقيقة على المعلومات ديت وعايز أأكد في النهاية يا جماعة إن مرض السكر رفيق طريق أو رفيق سفر مكمل معاك في رحلة حياتك مش هيمشي فلازم تتأقلم معاه وتأقلم حياتك عليه يعني تحط في إعتبارك دايماً إن عندك سكر وإنك بتعمل خطوات كتير في حياتك ليها علاقة بصحتك ويكون في بالك دايماً قبل ما تقرر تاكل أي نوع من أنواع الأكل عشان تامن شره وتكمل حياتك معاه في سلام لا انت تيجي جنبه ولا هو ياذيك خلصت حلقه النهارده من الحكيم في بيتك اشوفكم الاسبوع الجاي على خير ليكم مني ارق تحياتي واشوفكم بعافيه